تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي باقلص التهاني لشعب وحكومه جمهوريه نيجيريا الاتحاديه على انجاز الانتخابات الرئاسيه والنيابيه والتي تمثل خطوه مهمه في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطيه في دوله نيجيريا الشقيقه. ياتي ذلك فيما تقدم الرئيس السيسي بتهنئه قلبيه لاخيه بولا احمد تينوب الرئيس المنتخب لجمهوريه نيجيريا الاتحاديه متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما اعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصله العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنميه الشامله وتطلعات القاره الافريقيه نحو المزيد من الاستقرار والرخاء